تصريحات قالت نانسي عجرم أن النجومية عصارة جهد ومتابعة وتعب لا يستكين في النهار والليل، وهي أيضا خلاصة شعور دائم بالقلق. لم تأتيني هذه النجومية يوما ما على طبق من فضة، نجاحات وزحمة وحفلات لا تهدأ في لبنان وعلى مسارح ضخمة، هذا رائع، لكن ماذا عن نانسي الأم اليوم وماذا عن شعور العائلة؟ تجيب النجمة اللبنانية نانسي عجرم: لا أقصر في بيتي ولا تجاه عملي، وإن كلف ذلك إرهاقي، النجاح المزدوج الداخلي والخارجي يمسح تعبي، وأعد مكافأة للجهد. كل تلك السنوات علمتني إدارة المسألتين بشكل أفضل، فأكون نانسي الأم ونانسي الفنانة بالطاقة الكاملة التي أملكها. وفي وقت آخر، نشرت النجمة روبي عبر حسابها على انستجرام صور جديدة من حفلها الأخير بقصر البارون، وظهرت روبي بفستان فضي قصير من تصميم مصمم الأزياء الفرنسي ألكسندر بوتير، ويصل سعره إلى 2100 دولار. وجاء الفستان بتصميم ضيق قصير عند الفخذ ومزود بدربيات عند منطقة البطن وفتحة 7 طويلة عند الصدر. كانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت بالفستان نفسه في عام 2022.